السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ هقدم لكم النهاردة اجمل تشكيلة عبايات خليجي للبنات، الوان وعبايات سودة جميلة جدا وتحفة. بس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وبشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استمتعوا باجمل تشكيلة جميلة من العبايات الخليجي، وشوفوا اي موديل فيهم احسن وايه الموديل اللي ينفع معاكي. جميع الموديلات الموجودة، موديلات 2023، موديلات خروج وسهرات وافراح، جميع المناسبات السعيده. استمتعوا بالتشكيله الرائعه، بس ما تنسوش تدوسوا على اللايك وتشتركوا في قناتي، وهقدم لكم تشكيله جميله جدا. وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات، وايه احسن عبايه قبلتكم واحسن عبايه مخصصه على عباية قلبكم حرير ومريحه. ندى كوري أصلي، حرير شيك كريستال أصلي. العباية والكمام طبقات شيفون كوري أصلي، تطريز يدوي، خامات فاخرة، قطعتين فستان كما طوله ندى كوري. عباية مفتوحة شيفون وحزام منفصل. عباية حرير ندى كوري أصلي، تطريز يدوي على الصدر والظهر. عبايات شكلها تحفة جدا، سمران دبي للعبايات. دي برضو عبايات سمرة، شكلها مطرز من فوق ومن تحت. دي برضو شكلها حلوة جدا وتنفع جميع المناسبات. دي شفافة ومفتوحة وطبقتين، واسعة وحلوة جدا. بالنسبة للمحجبات دي عباية حرير ندى كوري أصلي، سحاب كامل والكمام. دي عباية حرير ندى كوري أصلي، كلفة فاخرة كريستيال أصلي. دي بقى ايه، عباية جميلة جدا سمرة ومطرزة، اغلبيتهم قطعتين فوق بعض. هتلاقي اللون الابيض داخل مع الاسمر، بدي لون جميل جدا. ده عباية سمرة مطرز عليها بالكمبيوتر. هتشوفوا معايا تشكيلة جامدة جدا من العبايات الخليجي المطرزة، تشكيلة ونوع مختلف. لون تحفة جدا، هتلاقي اللون الاخضر مع الفضي. العبايات دي يا بنات حلوة جدا، لو انت عروسة ومقبلة على الجواز ممكن تجيبي التشكيلة الحلوة دي وتحطيها تلبسيها في الصباحية وفي السابع وفي جميع مناسبات العرس. الوانها حلوة جدا، هتديكي طلة جميلة وواسعة ومبحبحة كده عليكي، هتلاقي اشكالها حلوة جدا. استقبال في البيت في مناسبات السعيدة. قولولي احلى عباية عندكو اللون الهون المفضل الاخضر، ولا اللون السماوي، ولا اللبن الفاتح. الالوان دي كلها برضو شفافة وحلوة جدا، واللون ده تحفة تحفة، جميل جميل جدا، الوانها كلها جميلة. ما تنسوش بقى يا بنات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد وتشوفوا من الجديد دايما. هجيب لكم تشكيلة حلوة جدا من العبايات دي، من ورا دي تصميمها من قدام. وده العبايات دي شكلها جميل جدا وتصميمها راقي، عبايات دبي. يلا السلام عليكم، في فيديو قادم ان شاء الله.